أنا معلش هبدأ بسؤال غريب شوية، هل الفوز في رادس إلى حد ما ممكن يبقى ليه نتائج سلبية على الأهلي؟ أكيد أكيد ليه نتائج سلبية لو الفرقة مش قافلة عليها، بس باللي ظاهر وباللي عمله الشناوي ومستر موسيماني بعد المباراة، لأ إن شاء الله مش هيبقى ليه نتائج سلبية، لأن قصة مثلا إن الشناوي خلى الصحفيين يخرجوا بره وبتوع التلفزيون ويطلعوا ويقولوا أنا إحنا لسه الحسم في القاهرة، مستر موسيماني طلع قال لسه ما صعدناش والحسم لسه في القاهرة، فده معناه إن اللعيبة مقدرة حجم اللعيبة والجهاز مقدرين حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وإن شاء الله إن شاء الله مش هيكونوا خرجوا بره المباراة. القصة عندنا هنا في الجمهور، قصة في الإعلام مش القصة في الفرقة. أنا متأكد إن الفرقة قافلة على نفسها، متأكد إن كابتن خطيب كابتن سيد قافلين على الفرقة كويس جدا. ده كان واضح في التصريحات. فالفرقة قافلة على نفسها، إنما اللي مش قافل على نفسه هو الجمهور بتاعنا. هو بيفرح برضه كابتن فوزي، يعني ما نقدرش فرحة حلوة ما نقدرش نتكلم وكل حاجة، بس إحنا عادة جمهور النادي الأهلي إنه بياخد بطولة زي الفرقة بيقفل عليها وبيدور على اللي بعدها، فإحنا لسه ما خدناش اللي بعدها. إحنا لسه في بصدد العاشرة وإن شاء الله ربنا يكتبها لنا.